تمام، صوت كده واضح. طيب حد طبعا الكاف ولا اعيد تاني؟ طيب كنت برحب بيكم عموما، وبستأذن بس الناس الموجودة إنها تعمل ميوت عشان الصوت، وأي حد يحصل معاه مشكلة أو الصوت مش واضح. تمام، انا بقفله وافتح تاني ده عشان صوتي يبقى واضح كده. تمام تمام اوكي. انا نيمي سوي، انت ممبر شرطة الاسي. اتمنى كلكم تكونوا بخير وصحة وسلامة، وبستأذن بس الناس الموجودة معانا انها تعمل ميوت عشان الصوت وما يبقاش فيه لخبطة او دوشة وكده، واي حد حط معاه مشكلة او الصوت مش واضح بالنسبة له وممكن يكتب في كومنت تحت. برحب بيكم تاني في النسخة التانية من دي اي ام كومبيتيشن، مضطرين ان انا اعملها اونلاين المرة دي، وده طبعا بسبب الظروف والوضع الراهن اللي احنا فيه، وده بيمثل بالنسبة لنا ريسك كبيرة، بس رغم كده حبينا اننا نكمل زي ما احنا، لان كل هدفنا نفيد الناس وما نأثرش. مش هطول عليكم كتير يعني، وخليني دلوقتي اسيب المجال للبشمهندس محمد خياط جزء من الشرطة الأسي في كلمة لطيفة قالها لنا دلوقتي. مش اتفضل خياط. السلام عليكم. انا مش عارف صوتي ممكن يكون واضح ولا لا، بس زي ما نرمين قالت لو في حاجه ممكن تقولوا لي. صوتي كده واضح؟ طيب تمام. طبعا زي ما نرمين قالت احنا هدفنا الاول ان احنا نفيد الناس وكده، كنا قلنا خلاص الدنيا وقفت واحنا هنوقف كل حاجه والدنيا كده مش هنرجع تاني والحياه هتقف. واكتر حاجه من الحاجات اللي اتاثرت بوضع كورونا والكلام ده كانت الاستودنت اكتيفيتي بشكل عام. ما كانش عندي امل ك ك ك ك كحد مسؤول في التيم على الناس وكده ان احنا ممكن نوصل لحاجه اونلاين او كده، وان الموضوع هيقابلنا مشاكل وعقبات كتير احنا غير عنها. بس بعد تفكير ومناقشات كتير مع الناس وكده كان هدفنا حاجه واحده بس، وهي ان احنا نوصل للناس دي علشان خاطر نفادها. ده الهدف، ده السبب الاساسي اللي بدا من عليه الستودنت اكتيفيتي من 2013 تقريبا في مصر كلها. فخلاص يبقى هو ده الهدف اللي احنا هنحطه قدامنا، واي عقبات هتقابلنا هنحاول ان احنا نتخطاها، ومش من اول مره هنبقى ناجحين. النجاح بيجي مرة ورا التانية ورا التالتة. احنا قطعنا شوط طويل جدا في ان احنا نطلع بالمسابقة بالشكل ده، حتى لو الشكل ده متواضع ما هوش حاجة فخمة قوي قوي، بس كانت قبلتنا حاجات كتير، وزي ما قلت ان احنا حاولنا ان احنا نتخطاها. اللي جاي من دلوقتي لحد اخر المسابقة بإذن الله هو دوركم انتم كبارتيسيبنتس في المسابقة، بان انتوا تسالوا في اي حاجه مش عارفينها، تحاولوا تستفيدوا باكبر قدر ممكن. انتوا اللي هتثبتوا اذا كنا احنا نجحنا في اللي احنا بنقدمه دلوقتي ولا لا. انا مش هطول برضو علشان خاطر النت معروف يعني في مصر كلها يعني، بس طبعا اتمنى لكم التوفيق، وان كل واحد يبقى يعني على قدر المسؤوليه اللي هو فيها، ان هو جاي هنا يتعلم حاجه، واحنا عايزين نعلمك الحاجه دي. فاي حاجه، اي اسئله من اي نوع في المسابقه هيتم هيتجاوب عليها في ساعتها من اي حد.
اتمنى لكم التوفيق باذن الله في فتره التريننج وفتره المشروع فيما بعد، وعايز اقول اتمنى اشوفكم كلكم في المركز الاول، بس يعني ايه كل واحد يعمل اللي يقدر عليه يعني. شكرا. دلوقتي اللي هيعرفنا اكتر عن المسابقه ويحكي عن تفاصيل تخصها الباشمهندسه الاء حمدي بي ام مسابقه بي اي ام. اتفضلي يا باشمهندسه. مساء الخير عليكم، معاكم الاء حمدي بروجكت مانجر في كومبيتيشن. بهنيكم جدا على تخصصي من المرحله الاولى من المسابقه وصلت من المرحله الثانيه. المتابعة ان شاء الله تقدروا تحققوا افضل استفاده من خلال اسئلتكم واستفساراتكم، وزي ما قالت حضرتك احنا في نقدر نوصل لحاجه بجهودكم وتعبكم وشغلكم، فبالتالي حاولوا تستفيدوا مننا على قد ما تقدروا. احنا هنقدم لكم اي اسئله او استفسارات وبس، واتمنى التوفيق ان شاء الله. شكرا جدا يا الاء. طبعا في كلام زياده يتقال عن الاء والسؤال قالوه يعني. فدلوقتي وقت كلمه باشمهندس عمر سليم فاوندر بي اي ام اريبيا. اتفضل يا باشمهندس. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الصوت واضح؟ تمام واضح. تمام. بدايه احب اشكر فريق اي اس سي على المجهود الكبير اللي هم عاملينه، ودي حاجه روعه، حاجه جميله جدا. المسابقات حاجه هي اللي بتاثر وهي اللي بتغير تاريخ العماره، وهي دي ليها تاثير كبير جدا. في كتير جدا من المعماريين ما كانوش هيتعرفوا من غير المسابقات، يعني زي حديد بدايه ظهورها المسابقات، المهندس احمد ميتو برضه مسابقات، ناس كتير جدا من العالميين ظهروا من خلال المسابقات. فالمسابقات ليها فوائد كتير جدا، ويعني تعقيبا على كلمه باشمهندس محمد خياط، مفيش حد بيخسر، تمام؟ يعني كله بيفوز. يعني مجرد ان انت شاركت في مسابقه واحتكيت بالناس وعرفت طريقه الشغل وتبادلت المعلومات مع بعض، انت مثلا معماري تعاملت مع واحد تاني انشائي وواحد ام اي بي وفهمت هو عايز ايه وانت وهكذا، ده في حد ذاته مكسب. يعني كل اللي بيشارك في المسابقات ديت بيطلع كسبان، مفيش حد بيطلع خسران او خد المركز الثاني او. نتمنى التوفيق للجميع، ونتمنى ان كل الناس تستفاد ان شاء الله. ونخلي بالنا من نقطه ان الجامعات المصريه بتخرج طلبه كتير جدا، ومش عايزين ندخل في قصه معاهد وجامعات وحاجات ديت، بس عايزين ندخل في كلمه الامام علي بن ابي طالب، قيمه كل امرئ ما يحسن. كل ما انت تتقن حاجه اضافيه ده يكون افضل ليك، ان لما تبعت السي في بتاعك مكتوب فيه انا خريج جامعه اسكندريه، ولا لما تكتبه انا خريج جامعه اسكندريه وعملت مشاريع كذا 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 ودخلت مسابقات وخدت المركز كذا، فده بيقوي السي في بتاعك ويخلي الراجل يبص عليه بانبهار ويقول اه الراجل ده مش هيجي هيتدرب، لا ده هيجي هيشتغل على طول. لما تبعت له صور لحاجات انت عملتها بايديك ده بيفرق كتير جدا. فاحنا نهتم جدا ان احنا نتميز وان احنا نطور من نفسنا. وفي نقطه مهمه جدا في البيم، الا وهي ان ما حدش يبخل بمعلومه. لو انت بخلت بمعلومه وما شاركتهاش مع غيرك مستحيل ده يبقى بيم. يعني من اولا كده لازم كلنا نتشارك مع بعض المعلومه، اللي يعرف حاجه يقولها، اللي عنده مشكله مثلا يبدا يشاركها مع زمايله، انا حصلت المشكله دي وحلتها بكذا، فده هيسهل على نفسنا كتير جدا. وعايزين نخلي بالنا من نقطه ان البيم مش برنامج، البيم هي فلسفه. فانت طول الوقت عمال تفكر ازاي استفاد اكتر استفاده، يعني مش مجرد ان انت عملت 3D وخلاص، لا مطلوب منك بقى ان انت مثلا لو مهتم بالاستدامه تدخل فكره الاستدامه، لو مهتم بالاداره تدخل فكره الاداره، مهتم بالسيفتي ان انت تقلل الحوادث تدخل موضوع الحوادث. ففكره البيم بمجرد انت بتدخل عالم سحري، بتلاقي عندك كل المعلومات اللي انت تقدر تحتاجها في اتخاذ القرار وفي تطوير الشغل بتاعك، وان انت تحط كل الافكار التانية. يعني حتى لما بنتكلم مثلا في اي نوع من انواع الاداره بنلاقي ليه علاقه بالبيم، بنتكلم في اي نوع من انواع الاستدامه بنلاقي ليه علاقه بالبيم، حتى لما تيجي تخش في البرمجه بتلاقي البرمجه اسهل بكتير في البيم. فدي حاجه مهمه جدا ان احنا لازم كلنا نشارك المعلومات، وما نهتمش بان احنا مثلا فهمنا برنامج او عرفنا برنامج، لا ان احنا نشوف ازاي ممكن نستفاد من الموديل اللي احنا تعبنا فيه، وازاي ان احنا بنبني الانسان. فازاي نبني حاجه تكون الانسان مستريح فيها. انا ممكن ابني مليون مدينه بس مفيش راحه للانسان فيها والانسان مش مستريح. الانسان تقريبا بيقعد 90% من وقته جوه داخل المباني، سواء البيت بتاعه او سواء في الشغل، قليل او بس هو بيتنقل من مكان لمكان 10%. فلازم المبنى ده يكون مبني صح وفيه راحه نفسيه. في امراض كتير جدا بتيجي بسبب المباني اللي مقفوله علينا،
فلا لازم نراعي واحنا بنمزج واحنا بنبني ان احنا الانسان يبقى مستريح موجود في المكان. حتى مثلا لو احنا عاملين مثلا برج مثلا 1000 دور او 100 دور او كده، يبقى في بينهم مثلا مكان مخصص للناس انها تقعد وتستريح فيه، لان احنا هدفنا ان الانسان يبقى قاعد مستريح في المكان بتاعه ويكون في حاجة صحية بالنسبة له. فاحنا بنصمم للإنسان، كل هدفنا ان الانسان اللي موجود جوه بدل ما يدعي علينا، لا يدعي لنا دعوة حلوة. الراجل ده مثلا عمل حاجة كويسة، في تهوية كويسة، في إضاءة طبيعية، كل الحاجات دي. فأنا بشكر طبعا فريق ASCE، ومش هطول عليكم، واحنا معاكم في بيما ربيع في أي حاجة تأمروا بيها. احنا نفسنا كل الناس اللي تتخرج تبقى يعني مؤهل لسوق العمل وتقدر تشتغل على طول، ونقدر ننافس الناس اللي جايين من اوروبا وامريكا. انا اشتغلت معاهم، ما فيش عبقريه قوي او ما فيش حاجه خالص. فاحنا بنحاول ان احنا نشوف ايه اللي ناقص في التعليم الاكاديمي او التعليم الجامعي ونبدا نعمله. واللي بتعمله اي اس سي ده بيرفع قيمه الجامعه من خلال ان بمعروف ان في نشاط طلابي، ده كويس، ده حاجه بتفيد الطلاب وتفيد الجامعه وبتفيد المجتمع ان شاء الله. شكرا، واسف لو طولت عليكم. سلام. شكرا جدا باشمهندس عمر سليم، ووضح لنا الصورة أكتر. دلوقتي معانا توب بسيطة مع باشمهندس محمد عامر، فايس هيد الـ HR، هيكلمنا عن شوية رولز